الرحمن الرحيم. طلبت الله والصلاة على نبيه، يا سلام يا النجوم اللامعية، عد برق والمخال من جبال لو زلينا بهالبهية. بالمحبة والوفا جبنا التحية في بداية مصنع للنجومية، ولا يادر لا محال مقدمين القوم رمز للخوية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله، والله اشتقنا يا رجال. الله كل عام وانتم بخير ومن العايدين، ينعاد علينا وعليكم ان شاء الله اعوام عديده وازمنه مديده، واحنا وانتم في افضل حال. يا رجال فين انتم؟ قوموا يا الربع. الله الله، والله وضعي مثل الوضع اللي يحطونه مع الضيفان الحالة. يلا يا الربع هيا. عيدنا عيد فرحة، ولما حمموها على كل لمة، الله الناهي عيده علينا. القهوة والشاهي يا منيب. ايوه يا سلام. هيا يا الربع بشرب القهوة والشاهي والعلوم. ومن العايدين ان شاء الله تبارك الله، كثرتوا علي الثلاجات يا رجال. الله الله، يا والله شعور السبيكر فخم يا شباب. الله الله. طلبت الله والصلاة على نبيه، يا سلام عد برق ورعدية، عود الله عيدكم. والله الأوبريت هذا فاز يا أخي. شباب الاستديو هذول أبدعوا في الأوبريت إبداع، اللي ما سمع الأوبريت أشوف إنه فاته الكثير صراحة. الله الله يا وقت. مرحبا بالضيوف من كل ديره، والله انا ودي اقهويكم واحد واحد لكن استر ما وجهت عاد. الله الله، طبعا في انتظار دخوليات الشباب اللي ما شاء الله تبارك الله مستعدين لها. احنا دخلنا بالزي الجنوبي ذا اليوم، ودخلنا بلحن الدمه اللي يمثل قبائل عسير، فقلت في دمتي يا طلبت الله والصلاة على نبيه، يا سلامي يا النجوم اللامعية، عد برق والمخال من جبال لو زلينا بهالبهية. بالمحبة والوفا سقنا التحية في بداية مصنع للنجومية، ولا يادر لا محال مقدمين القوم رمز الأخوية. والله يستاهلون جميعا صراحة. فرحنا جدا اليوم بمقابلة أبو عبد الله، الله يحييه تحية المطر، والله الذي لا إله إلا هو، إنا افتقدنا واشتقنا والله لكم، ولا اشتقنا كل شيء حتى المطبخ، والله إن له شوق ولو إن ما نسوي فيه إلا ندومي لكن يمشي الوضع. والله فعلا وضعية اللي يجلس مع الضيوف، لكن أزهل إن شاء الله الحين تصير الأمور. وين أروح؟ الله عوال نادر. وين هاوس بساحة الإبداع؟ يا عيال ما اللي فيه؟ ما في لنا؟ اهلا مرحبا مليون. تبيع عسل انا؟ شو؟ على طال العسل والله اللي قهرتني، والله اني جايب عسل وخذوه مني من المطار. مرحبا مليون. يلا حيا كيف الحال؟ والله ابشرك شهور. انت ماجد الرشيد؟ زين انك قلتها صح، كلنا اخطا اربع ايام. اربع ايام كلهم اخطوا. لا ترى ولا ايام انا وياك اثنين ان شاء الله نحن نقول يا ابو تركي. هو ابو تركي ابو سلطان قصدي. اسمع اسمع، ها انا لي والله لي نص ساعه هنا. ايوه اسولف سوي لي في الليل اسمع الضيفه الحاله. تكفى ودي الملابس تعال بسرعه. تكفى بس اسمع شوي شوي وجهك.
شوي تدري تدري ابغاك تطربنا تكفى تدري اني ما نمت اصلا اما والله انا لي اربع ايام ما نمت الا خمس ساعات يلا هي والله راسك مشي الليل مشي الليل يلا 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 يلا, يلا. تعال ابغاك تطربنا يا اخي يا زين صوتك ما شاء الله تبارك الله علمتكم مصنع النجوميه هذه بدايه هذه بدايه فين كوبي اعوذ بالله الله يا ماجد تعال خلنا نغني في الهاوس ماجد تعال يا اخوي يلا حيه يا حاس اني ما اشتقت والله اني اشتقت حتى للمكعبات دي كذب على قولت مشعل كذب يعني كذب بس ما بينك والله جوا الرياض انها ما شاء الله حر وش هي جوا الرياض حر ويا وي ترى اربع ايام ادري انك من هناك بس اربع ايام بس هناك اربع ايام استريح 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 يا مرحبا خليني قهويك استريح لا 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 تقهوي ماني اني الدكتور قهوه شاهي والله ماني اني الدكتور افا هاك جايك طفشان ايش فيك جايك طفشان ماني اني الدكتور لا كل رز لا كل شو اسمه لا كل اي نشويات اي نوع قهوه شاهي مشروبات غازيه ايش اسوي ايش اللي باقي والله ايش بقى بس يعني ابشر والله ابعريك بعد شوي حي والله خلاص على طاري العسل والله اني كنت جايب كل رجال منكم كيلو لكن عيله يجيبونه لا عيله يطلعنا في الشارع طيب اسمع الدكتور بيشوف صح لا لا بالزم يا دكتور لا دكتوري عند صح عند دكتور طيب ترى يعني صح يمسك الموضوع لا تشرب لا تشرب دز زمه معه انا بشرب بس لحال دز انت وياه والله العظيم صراحه شوف ايش صبيت هذا من الحوض هذا شاهي ايه لا معلش يلا حيا يا مرحبا والله والله لك وحشه والله عاد تدري اقسم بالله اني كنت بجيك والله ثم والله ثم والله وانت تعرف ذا الشيء والله بيني ولكن ولكن ما في حجز فل الحجوزات اي والله فل الحجوزات هل تعلم ان كل الناس عيد ولا انا هاد معيد في البثوث ما عيد بث بث واحد اللي فتحته العالم كله معيد انا ما عيدت ليش ليه امي في مكه اخوي شد في مكه امي نوظف شو اسمه مسافره ما ادري هي في تركيا هي في الكويت حلو انا تاك كذا جنبي عبد الكريم ولد عمي حتى في البذور ما يطلع معي ما يحب الظهور الاعلامي ولا اي شيء اقول تكفى لا لا ما اجد اخاف من ما في الا شوي والله لو انك جيت في ابها اقسم بالله شوف معي الصدق اللي يحبها الله ان الثلاث ايام اللي فاتت ما جاء فيها امطار واجد الظاهر اني انا صلفت المجتمع وجهك لا مو بس انت في مشعل في احمد المشكله تدري صدق اليوم اليوم جاي مطر والله صدق وينهم يجونك الحين والله ما ادري وين معقوله معقوله بس انا وانت اللي موجودين وش هذا الاستهتار انا اشوف ان ابو سلطان يعطينا مكافاه على هذا انا اشوف ابو سلطان يعني يعطينا مكافاه صراحه والله اني ما الومك ايه ايوه عطتك يا لا لا هي جاك حزين ترى يقول لك همت بضب جافلا كالبدر لما اتاملا ليس له من شبه فقد لالا وحلا إذا سألت وصله جاوبني بلا ولا يا ليت لو جاوبني على بأن قال هلا معذب من هجره أشكو بعادا وقلا روحي به هائمة منه فقدت الأمل في حبه لي قصة غدت لغير مثلا ما أدري ليش أحس إني تعبان كني هارون يا سلام عليك يا حبيبي يا سلام عليك أيوه والله كيف بالله كيف تدير حدثني خليك مني شوي بسم بالله شايف الأربع أيام ذي يمكن ما نمت فيها إلا خمس ساعات هل تعلم جدوى مستمرة شفت اليومين اللي فاتت إيه اليومين اللي فاتت معدل نومي كم والله انت تقصد ما ادري ترى
ثلاث ساعات في اليوم. لا كم في اليوم؟ انت كريم، انت رجل كريم وشهم وشجاع. والله ما غير ساعتين فيها كلها. والله اليوم كله ما غير ساعتين. لا يعني انا كنت احس اني تعبان انا. لا والله انك ليال. شوف شوفون الاعداد برا يقولون صح النوم. يقول الناس نقدوا علي في الطائره. والله نوم يا رجل. نايم في الطائره. والله نايم في الطائره. الله يعز الله يعز سواقنا. لحظه، هي طائره ولا طياره؟ طائره طائره. ابو نور ايش يقول؟ واضح ما في سواليف. ما الطائره بكيت يعني انت صح وانا صح. يا سلام والله النفوس صايره حلوه. ما صرت ادقق، ركزت علي انا. ما صرت ادقق. شوف دكتور ليش ما عندك تقول انه شفت انت؟ سمع شر. افا عليك، رحت لك يا سلام كذا، فهمت نظرني يا سلام. جايه بعد كم؟ ثلاث ايام. اربع اشهر. هو حق ايش؟ بطنيه. اوه ايه؟ رحت قلت له انه صار يوم طلعونا انا ذاك يوم وانا تعبان، قلت والله قالوا لي ان عندك تسمم من الزمع. قال يا غبي كذا قال لي، ما يكسلح الثاني انا الغبي. يا غبي. قلت ايوه اتفق معي يعني في بعض الاشياء. والله كلنا نتفق. قلت ايوه اسلم. قال القولون عندك ضارب يعني مو شويه. والله من المكسات اللي تاكلها يا سنايد، المكسات الرهيبه اللي ما ادري ايش تبي. لا والله يا مرحبا. عاد تدري اني جايب معي مكسات؟ فول سوداني وطحينيه وفله. الله يجو. بس ما جبت جبن سايل عشان فول سوداني وجبنه طحينيه. اشكر ام المكس. تكفى طبعا. لا تقول تكفى، والله مره ما في تكفى. لانك ما جربت. والله مره احس ما جربت. لو مجرب ما استسغت الموضوع. ما لا تستسيغ، انت اكل. لا تعطي نفسك هذه مهيئات اللي في البدايه. انا ما عليك. انت بس كذا اللي دق بعدها اقول والله انت تقول الله. والله ما غير تقول الله. بس ابشرك رحت تعرفت على معالم جديده في الرياض. والله؟ والله تعرفت كاني سايح. عرفت المصيفين اللي يجونكم؟ ايوه انا مصيف. بس الرياض. والله جيت كذا قلت للعيال عيال انا من زمان ما جيت الرياض. قالوا اوكي. قلت والله من زمان صدق. انا كملت اكثر من شهر. ما فعلا. اثر في شيء وانا موجود في الرياض. طلعت انا ما اطلع اصلا في الرياض. ما اطلع من اول. صدق لاحظت الاستكنان ما شاء الله بكثره في الرياض. والله العلي العظيم انه نعمه. لكن انا ما استغليتها الاربع ايام. ما عندك الا اربع ايام. على طول الاستغلال، انت عندك صدى صح؟ اي عندي صدى. طيب ما عندك صدى سمعنا يا اخي حرام. خلنا استفيد حسنات بعد. ايوه صلوا على خير الانام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يا نفس طيبي في اللقاء، يا عين قاري أعينا، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. صلى خير لنا. أنت الحين عندي نقطة، ليش جالس لك أنك في أفتار ترجع دمشق؟ ليش؟ أنت تحتاجك أيام جديدة عشان تسوي رسميات. عيد ومعايدة. الوحيد اللي ما جاك برسميات أنا عشان أكسر ذا الشيء. والله فعلا. والله العظيم والله أنت صادق. وش فيك أنت؟ ايش فيه أنت تبغى تسوي أندومي يعني؟ بص ايش بك؟ بص دقيقة. إيه خلاص العلم. ويش صدق والله خلنا وش الدوم انت كم صادق كم يا ولد؟ انا توني ماكل في ماكل عيشه داق فيها دق. اكثر شيء اشتقته والله المويه الثانيه. ها اي والله المويه الثانيه والله مشتاق لها. تكفى. اسمع اسلم. عاد تدري والله من الولاء. ها من سبل الولاء اني اذا بقاله ما تبيع مويه ثانيه ما اخذ المويه الثانيه. والله والله العلي العظيم والله بيني وبينك ما شاء الله تبارك الله مويتهم وشو مويتهم جميل.
خلني استغل الموضوع. لحظه انا بحق والله ورقتي ورقتي طاحت والله أنا اعترض انا ورقتي ورقتي كانت شف هنا شوف 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 معجب حقتي ماجد وين؟ شوف هذا ماجد لا لا بشركم لقيتها لقيت شوفوا احمد حنيف شوفوا شوفوا هنا هنا والله ارجع لك ورقتي وين موجوده يا اعترض مين شال ورقتي اعترض مين شال ورقتي يا استاذ ترك الدوسري شوف لنا الموضوع لا لا مو بكل شيء لا لا مو بكل شيء ترك الدوسري لا يا غبي ما دخل يعني زين بيسحبني انا وانت كل شيء انا ما ماك حق صراحه احنا المخطئين احنا الناس اللي يعني الله يتقبل اجرك سعد سوي زيك والله لا قلدك اي خلني استغل الموضوع ما انه ما في الا انا وانت اقعد دندن يقول لك فهمت اللي كل ما جيت ابي افكر في شيء لانه ما في لكن في الحين يطلع لك يا لا 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 قلت لي ناقصك شيء رديت أبد ناقصني الله يطول عمرك لا تحسب الناقص ناقص شوي يا من بهالرد استهنت أنت تعرف وش معنى صار مالي في أمر وصلك قرار غير إني أنتظرك تجي توفي الوعد للانتظار معنى هذا كل اللي لي من حسبة العمر علي ما نسوى عند الثانية الثانية في البعد عنك لا قلت لي لا قلت لي ناقصك شيء رديت أبد ناقصني لا تحسب الناقص مو بأنت ناقص شو خلاص أنا أنا أحسب أنا مشيك الموضوع عشان لي أنت مستانس يا رجال لا تغني فاضي لك في البث تغني وهنا تغني يا رجال استغل الموضوع هذا اسمه إيش استغلال الفرص مرة مو أبو نور استغلال الفرص ها أنت أبو لا لا والله أنت أبو نور فورة. صدق صدق أبو نور أبو أبو نورة وش قصدك أبو نورة أمس كان عندنا تنتقد تنتقد أمي أنت لا 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 أبو نورة أنا تكفى لا تصعد الموضوع والله حطيتك في البث والله على راسي يا حباب الله يا الله يحييك على طاري أبو نورة كان معنا أمس في أبها كان معنا يعني كان عندنا أمس إيه ولد خالتي حاضر بالله إي والله واحد من العيال اسمه سالم هذا هذا لو في تنظيم هذا لو في تنظيم في موزمبيق يروح ينظم لو في تنظيم في الربع الخالي ما في الا اثنين يروح ينظم هذا نظم حلو التنظيم هذا فيه والله فوائد فيه انا كنت انظم بس مو زيه علاقات انا كنت انظم بس مو زيه لا لحد يكذب عليك كذا لا حد يكذب عليك انا دخلت ذا المجال قالوا لي كذا والله العظيم والله كذب ما في والله العظيم تقعد كذا بتقعد في مكانك طول الوقت حلو طبعا الليدر الكريه ذاك اللي ليش متحرك من مكانك انت ذا ليه؟ إيه أنا اللي لا بس والله إني كذب والله العلي العظيم والله والله والله. تجيب لهم عشاء. لو أحد من المنظمين يشوف حلو والله 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 إني أتكلم وعد الحق أتحدى منظم عندي يقولني أنا ما طلعت بريك بريكاتي تدري اللي كنت أعطيهم كم؟ ساعة ساعتين والله اسمع والله يا الشركة أنا أدق علي ماجد وين المنظمين موجودين موجودين بس. سبحان الله يعني ما لك الا ايش؟ ما لك الا تمشي المنظمينك. انا ترى في الاول والاخير ما اخذ تدري انا كنت با كنت با وين العسل؟ والله اني لا جاي لا تصرفنا والله اني جاي والله انك تصرف لكن بيجي ان شاء الله في الشحن يا رجال انا تاخرت على الرحله حطينا في شنطتي حقت اليد ايوه ويوم جلت قال لي ما يدخل هنا لازم في الشحن وقلت قفل الشحن قلت رجعتها مع اخوي وقلت ها بكره ارسلها لي فان شاء الله بيجيبها اخوك بيرسله مع يشحن مع اي احد اللي بيطلع اهل الرياض كلهم عسل ايش وبيطلعون بكره عسل سدر عسل سدر يفتح النفس في كيلو مجرح والله لو حد يمد يده
اسمع كيلو المجرى والله لو تمد يدك فيه والله ما مد يدي والله ما بالله العسل الصدر 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 موجود اهم شيء المجرى والله والله لو ما لي كيلو الحالي والله لك كيلو الحالي كل واحد له كيلو والله من بس والله كل واحد له كيلو والله انا اتوجه بهذه الرساله عبد الله الفكره ايش كانت انا اتوسم خلني اتوجه رسالة عبد الله مو بلك رساله عبد الله عبد الله الله يبيض وجهكم انت واخوك ولكن العسل حق ماجد كذا اكتب عسل ماجد عشان ما حد يجي ياخذه ولا حد والله اني صادق ترى عشان تعرف لان الناس العسل حقي ها تذكر العسل اللي كان معي المانوكا والله العلي العظيم الناس لا والله بشرب العسل والله والله بشرب العسل اللي كوفو اسمع تخيل شفت انا رحت بيتنا يعني قعدت كم يوم اربع ايام صح حركت نفسي ست مرات حرك نفسك اي والله كلها مسوي بطبخ اوه شوف هنا حرقت هنا حرقت اللي ما يعرف الصقر شوي ولا ما هنا انا اللي شويته تعرفه هذا المثل علي انا بالضبط اللي ما يعرف الطبخ يخربه والله انا يعني الحمد لله اني انحشت قبل لا تجي امي الحمد لله للبيت عباره عن فوضى فيه مثل يقول يد ما قضريت من البخور تحترق شيء زي كذا يعني. انت ايش تقول شو اسمه انت ايش تقول يا اخي شايف انا التسعة والله اني صادق انا نسيت انا لخبطت صدق ايه اسلم وش المثل لا لا وعليك وجه هذا انا والله اني لخبطت في المثل معليش يا الله حيو. بس والله عقالك ترى هناك وشو عقالك يا رجال طاقيتي مدري وينها والله اني مدري وينها تدري انا شني خايف احنا بنرسمه يمكن ساعه بعدين كل العيال بيموتون من النوم انا ملاحظ انا سالت عيال برا لا شوف انا لهم مني لهم مني اني بشد الين تسعة شد الين 8:30 مثلا الين 8:30 بعدها برقد 10 دقائق تعرف 10 دقائق وش يا انت والله 10 دقائق عندك تسمد نهاية البث اجيك ماجد واخر مو باخر لا ارد عليك انا زين ترى ما اذكر اني قدرت احيانا ترد علي كلمات غريبه كذا ما ادري وشوف تدري والله معلومه اقول لك اياها ان كانت ما كنت تدري هل تعلم اني انا اتمشى وانا نايم اما اي والله تتمشى اروح والله العلي العظيم والله العلي العظيم والله العلي العظيم في سواليف كثير وانا نايم سواليف يذكرونها انا لي فيديو مصور نايم وانا واقف واقف ايه كنت طالع من الغرفه لاحظ عليك اخطاء في النوم اللي كنت جاري في المرقد اي بقولك شغله في فيديو الى الحين موجود حلو نايم وانت واقف بقول لك طلعت من الغرفه كنت نايم طلعت من الغرفه تعبت من المشي في النوم فهمت تكيت على الجدار وكملت نوم ورقدت صدق اي والله والله ما شاء الله بعدين قومتني امي في المقطع كذا ما ادري من اللي قومني او انها صايحت لي بس رحت لين وين للمغسلة للمغسلة نظرت نفسي بعدين نمت على المغسلة المغسلة هنا نمت كذا والله ان المقطع موجود الله يعافيك من جاب فكرة أنت يا أخي سلم أقل شيء سلم يا عيال مو وقتكم يا عيال امسك اربطه اربطه انقص اربطه طيب اربطه لا ثقيل عندي
ما اقدر. اصبر يا ما اقدر. يا جايبين واحد فيهم. جاهزين يا عيال؟ يب يا عيال. لا احد يتكلم. يسوي العقدة ذيك يا اخي درسينا في الكشافة نسيتها نسيت يا اخي بخر اخر اخر لا 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 عقدك زمعة 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 لا لا دخل دي دخل دي يا رجال يا رجال ها في طريق اسهل ها دخل الدور معي طيب. والله اوه المنظر اجرب اي انت انت وزنك بالجرام انت تعال بسم الله شويش حبيانك حبي لا الله اخي كيف انزل والله بطيح ترجع انا في وجه الله خلص يلا 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 تكفى يا كوتش والله انه يخلع والله انه يخلع يا قلنا لكم يا عيال ما نبغى نسرق ما نبغى نسرق ما نبغى نسرق والله انه منك يا جم كيف تعيش كيف تعيش يلا 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 يا اخي مات غلط كذا نزول غلط يا رجال انت كيف غلط يا عيال خل الحبل خل الحبل تكفى والله ما اقدر يا شيخ الله ياخذكم يا اخي يا اخي اربعه كذا تعال تعال شنقني تعال شنقني يلا دقيق يا اخي يا اخي اصبح يا رجال يا رجال يا رجال يعني نقفل انا في وجه الله يا اخي ذكي ارجوك يا اخي سعد الهدوء ارجوك يا اخي طيب ما تقدر شلونك هيا يا اخي بسرعة الله ياخذ عقلك بسرعة يا دمعة بسرعة يا دمعة يا اخي انت بتقلط اسمع اسمع اقفز اقفز معنا في شيء نط 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 Kıtır!
اسحبني. يا السحبة يا رجل. تبين لك اني انا مستانس. دخولي واضح اني انا مستانس صح؟ مشتاق للقريه صح؟ إيه. بس والله شوف اللي استفدته من الطلعه هذه تدري وش؟ والله يعني استفدت ولا شيء. ولا شيء؟ ولا شيء. ولا اي شيء، بس اللهم طحترك في محل حلو حق شاورما. اقسم بالله حاجه. متى نمر؟ ها؟ متى نمر؟ يعني تهرب انت. لا بعد التسعين طبعا، يعني باكل شاورما في الصباح. احد ياكل في الصبح؟ انا والله عادي. انت تهرب في الصباح؟ انا يمكن ما ادري ما اسويها انا. تنغمل قبل شوي؟ ايوه. يجيك واحد انت مصدق؟ يجيك واحد لابس خضره بيضاء. انا اصلا يسموني اللي يمزح، انا يسموني مسيم الكذاب. لا والله ماني مكذب. امي تقول وين تخيل، تدري من اللي دورته صدق؟ خالي فهد. طلع موجود في الرياض. خالك اللي جاء ذاك اليوم؟ لا، خالي فهد اللي كان يطق لي مصير. اوه ايوه انا لقيته. ولا والله يعني والله ها؟ تبغى تلكمه ولا؟ لا لكمه. اوك صار صديقي. صار صديقنا يوم كبرنا. بالله. ترى هو طول معجب. خلاص ما عاد هو اللي يخوف اول. لا عشان اعلمك الطول. والله يا معجب لعلمك اني قلت ان خالي نفس طولك. انت لازم لك ورقه وقلم، اي واحد ذب عليه تمسك على جنب، تمسك اسمه. عشان تعتذر منه. لا ما يعني من بس لسته سلمان ومعجب. بس سلمان. لا لو جلست معك ثلاث دقائق بتوصل اكثر. عاد انت احسبهم معي. لا فهمت؟ يلا اللي في اللي عندي انا. يعني مثلا لا هذاك ما اقدر. اي اقول لك فهمت اللي جاني لحظه ادراك. عندنا احنا اذا جو ضيفان ايش نقول لهم؟ بشرون كيف البير عندكم؟ كيف الماء؟ كيف السيول؟ كيف الامطار؟ هذه عشان تفهم. ترى احنا عام 23. لا في ثانية في موية. لا بس يعني تخيلني في الزرع اسكيب ثانية. لا برضو توصل. لا توصل موية ثانية. انا قايل لك انا عندك مشكلة والله. عندك في الادراك. اقول من النوم لازم اني ارقد والله. لازم ترقد عشان تصحصح. والله العلي العظيم يعني شوف. موية ثانية وانا اسكي. ما يجي. وش فيها؟ ثانية نقية جدا. نقية بس علبة موية تصب عند الزرع. اقنعتك شفت؟ اقنعتك انها نقية. ما يبيك تقول ولا شيء. والله النقية انها نيتك يا سنائي داري. الله يطول عمرك. الله يسلمك. والله إيه ضامن برد في يدي من سوء ضيم رجلي. اقول لك انت قاعد يشحط صوتك كل يوم. بكره يا اخي لحظة بتشوفون عبد المحسن. ها بلاي في الثلاجة المويه من الثلاجة. لا شفت شربت حر وعلى طول شحط. المنظام برد في يدي من سوى طيم رجلي علقم برد فك بادي. الله ينصرك يا محمد شب ناره خلاني. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والله انت علمني الدمة. ما ابي اعرف هذيك اللي انت قلتها. عرفت شنو هذه خطوه؟ هذا ادري ان هذه خطوه. والله اني اقسم بالله اني جنوبي معاك. والله اني معاك. طب تبغى العلم ولا ولد عم؟ لا ولد عم. عبد العزيز اخوي ماسكني قال يا اخي خويك اللي من جده. من خويك اللي من والله العظيم والله وانا والله بس قلت يا اخي ما في احد من جده. قال لا في واحد من الغربيه. عبد الرحمن العزيزي من المدينه المنوره. يا اخي مو بس هو. دقيقه مو بس هو. والله مو بس هو. قايل لي المهم بعد تفكير كيف قال لابس نظارات صوته حلو. قلت بس ماجد الرشيد. شوف انا لي ارتباط في الغربيه. لي ارتباط عظيم اول شيء. انا عشان ما يفهموني غلط على الغربيه لان منهم
أعز بيت على قلبي أنا في السعودية بعد بيوتنا، بيت عادل اللحياني عم عادل. ونعم عليك زود. حلو، أنا واحد من عياله، أنا واحد من عياله، أبو أسامة، أبو أسامة وحسام وبسام، هذولي إخواني بس صديقي فيهم اللي يعني أنا وياه حسام. هو حسام ده دائما تقول انت ايه هذا اللي باقي ببيعه كثير، علمته اصلا، دقيت قلت اسمع كيف البيعات، قال ليش يسب، فهمت لا 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 لا، قلت والله باقي، قلت له والله باقي ما شفت شيء توك هذه، بس ترى حتى انا حافظ عليه بيعات من كثر ما علمت يعني. والله لكمل، والله لكمل، انت تعرف حق الطايف بعد، فذي علاقتك مع بقول لك انا وش علاقتي في الغربيه، انا احب اللون الحجازي لما ادندن لما اغني يعني، انا يوم اشوف سناب شات امس وقبله الايام اللي راحت، والله العلي العظيم ما ادري كم العدد بس والله انه مو كثير، يشهد الله على كلامي، ايش جابك الرياض، ايش جابك الرياض، ايش انت جالي لحظه ادراك اللي ايش فيه، اقعد ارد على كل واحد فيهم اللي ابي ابين السبب، ما ابي احط ستوري عشان الرساله يمكن ما توصله، لا لازم اوصلها انا، واقعد ارد انا من الرياض، انا من سكان الرياض، أنا أصلاً مواليد الرياض، كل واحد أعلم أنا من سكان مواليد، أبين لهم توضيح أكثر، فهمت؟ كلهم نفس الرد. أجل ترى يمكن عشانك تغني باللحن الحجازي واجد. يا أخي وش أمتع منه؟ عطني وش أمتع منه؟ وش أمتع من اللون الحجازي؟ اللعب عندنا للجنوبي، الخطوة والدمة. أبى أقول لك هذه في اللعب، ركز في اللعب. أنت قسمت. إيه في اللعب، في اللعب أنتو. أتكلم حلو السامري أوه صح فهمت الدحة اللي هو الهجيني اللي حق مطير وش هو والله ما أدري فيه شيء بعد فرنسي أظن أيوة الفرنسي هذه أنواع لعب أتكلم طربيا يعني أنا أقولك لا قال لك أصبر أنا السبيل إلى وصالك دلني أنت الذي حلفتني وحلفت أنك لا تخون فخنتني يا سلام شفت نقطتي وشي بس في اللعب غير يعني ما ينفع لعبك مثلا في الطرب طربيا ما ينفع لعبك اقولك اجلس استكن وانا مشغل لك اللي حقاتكم مثلا نقول خطوه بس لو سمعت يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا نبض القلوب وهواها شوفك تحركت رجلك ولا بشري لا 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 شفت على طول تحركت رجلك سلام ولا بشهري في كل شريان يسري نبض القلوب وهواها يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 والله انها طربية يا اخي اصبر شفت تحركت انت على طول لا بجيب لك لحن هادي اصبر اصبر بقولك انت وصل معي النقطه شوف اذا انت ما راح تستوعب اقول لي عشان نوقف النقاش شوف هي يمكن عصبيه قبل لا يا اخي لا ما جبناها عصبيه هذه والله انت لا انت شادنا لا حتى انا عندنا الحان فخم طبعا انا دقيقه انا وين اسمع اسمع دقيقة. انا وشلوني اصبر انا وشلوني انت اي اللون حقي اللي انا ويضحك مش اسمع اسمع طيب تم استبعاد عبد المحسن عشان ذبات زاويه اختو الذبات اللذيذة يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 ما ابغى احرك رجلي اي انت قاعد تقاوم اشوفك والله انك تقاوم يا اخي اسمع افهم تكفى انا من الجنوب شوف انا من الجنوب حلو انا من الجنوب عندنا لا من الجنوب اقول ما اقول من الجنوب انا ما اقول من الجنوب
والله ما اقولها. الو انا كلامي على وشو يعني مثلا لعبنا احنا كلنا يا اهل الجنوب ما بين الالوان اللي قلت لك اياها ولعبنا احنا يا المساعب تلقى فيه طق، تلقى فيه لعب، تلقى فيه حركه. لعبنا الرازف اللي هم اللي واقفين غير اللي سعبوا اللي كان في اللي كان في الكلب. لو انك شغلت على الرازف مثلا حجازي بتقوم نفس اللعب. لا افهم نقطتي الله يرحم والديك، لا تناظرني بشخصنا. عندهم اللعب اللي بالعصا، اللعب اللي بالعصا هذا المزمار. المزمار اساسه ترى مو بسعودي، في مكه هو. ما راح احد عشان ما ندخل في هذه المتاهات، ما بيدخل فيها. اصبر نبي نتجاوزها. المزمار حلو، المزمار لا الحان ثانيه، ما هي بالحجازي يا مي بهذه اي هذاك يا لا لا كان لا 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 تا لا لا ايوه عرفت هذه. سلام سلام يا جماح يا للكرم. وش انا ترى مشكله اي لحن اغنيه لازم يدخل جنوبي، يدخل فيه اللحن الجنوبي والله لازم. هذا من شوف هذا من الولاء اللي انت قاعد تحيل تناشبني فيه، تناشبني فيه حتى وانا اشرح لك احاول ابسط لك. يرحم اهلك استوعب. ابشر ابشر تكفى. بس والله بيني وبينك برضو الحين تفوز. يا الله انا ما قلت ما تفوز يا اخي. الحان يا اخي ما قلت لا ترى لاحن الحون الحان ما نختلف. انا ما انا بس ابيك تستوعب في فرق بين ايش؟ طرب تمزج. يعني بص تمزج حلو حلو يعني مزاج. مزاج روقان زي مزج. لا لا تمزج بمعنى تمزج، يكون معك كوبايه شاي. كوبايه اي كوبايه حلو، يكون معك كاس شاي حلو مروق تنطرب، ما تقوم تلعب. ركز هذا وش تروح لمين؟ لعب. لا ما تلعب. شفت انت راح تري على طول على تبي كاس شاهي وتروق وتجلس. حلو وين تروح تسمع ايش؟ الجاز. الله شفت بديت افهم. تلعب انزل الجنوب. الله غير الجنوب نجد. غير نجد شمال يعني كل هذه لعب وبس نجد اللي طربيه. ما قلت نجد شفت الحجاز اقصد. لا الحجاز عندهم لعب اللي هو هذا حق عندهم حق الزواجات مزمار. اي عندهم غير المزمار عندهم مجسات الزواجات، حتى المجسات حقتهم رايقه. شوف يا اوي كيف النص هادين فهمت جو روقان. بس مثلا سلام سلام سلمنا تن تن تك عندهم ذلح جو. هذا فين هذا مكه؟ لا لا هذول اهل الغربيه بشكل عام. في الشيء العظيم الطائف عرضه عندهم زي لا هين هين شوف لا تخلط طائف زبدة يعني اي من الغربية هي. بس الطائف عندهم وش؟ طائف اهل ايش هم؟ اهل المحاورة. اهل المحاورة وعندهم اهل المحاورة والعرضة. طيب في شيء مختلف في الغربية اللي انا مو بأحبه الا اعشقه لانه يخليك تقول كذا بتقوم ترقص عليه تلعب الفن ترقص تلعب. ترقص تلعب كله واحد ما والله يا اخي افهم الله يرحمه. انا ترى اليوم دقل على الكلمات. احنا قاعدين نشوف لي انا وانت يا جار يا جاري، لان ترى سريري جنبك يعني يمكن اخنق كنت نايم. تقوم كيف نفطس عينك برضو مش انت ركز علي. انا لا خنقتك وزرطتك، هل بيفيدك النوم الخفيف؟ ادخل يا ولد. اشتقنا يا حلو والله اشتقنا، لكن الزمان مفارقنا. اشتقنا يا حلو والله اشتقنا، لكن الزمان مفارقنا. يا ما تعاهدنا وبنار الشوق تولعنا. يا ما ويا ما تعاهدنا وبنار الشوق تولعنا. يا حلو اشتقنا والله اشتقنا، يا حلو اشتقنا والله اشتقنا. يا مرحبا يا مرحبا مرحبا والله اللي مرحبا في ذنبك.
الله حياه يا هلا يلا حيك يلا صباح الخير فهد تعالوا تبغين طيب الحال السلام طيبين ما وصل الا انتم لا مرحبا مليون ما وصل الا انتم شو التاخير والله علمني علمني وش ذا التاخير البنزين والحراره ارتفعت علي واعدل بدل خلها على الله تعال لا لا والله لا يا مرحبا يا ما لا 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 طعنتني لا لا مرزامك طيب اوكي حيا يلا اولا يا الربع صلوا على النبي مرحبا اصل 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 ايش فيك ايش فيك اصل ان شاء الله يسعدك هنا 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 ايوه ايوه كذا اي لا لا صلوا على النبي اللهم صل على محمد ما جاء لكم والله ما جاء لحنا كاني سمعت انا حراميه ملونين حراميه ايش ملونين لا والله ما عندي شفتوهم شوفهم في اسم ذا حقه ها تعال 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 نزل نزل الاغراض نزل الاغراض نزل الاغراض يا ولد نزل الاغراض جبنا ورود بعد نزل الاغراض عطني ورده عطني ورده عطني طيب يا الكدره نزل الاغراض اي اغراض ناظرني مرحبا انا طيب والله التسعينات صح والله العظيم شراب اللي الى الفخذ عنده حصه خيل شوف ايش فيك تلقون زي دلعكم يجيبكم عيديات الله يسعدك يا شيخ رد عليه تلقى عوضني عن اللي راح تلقى احنا اي واحده ولا وش شوف اللي تعجبك انا عبد المحسن خذ واحده من ذي وانا من ذي فيها فلوس 500 والله شوف لا لا خذ واحده كذا يعني واحده كذا كان فيها فلوس اذكر انهم حاطين فيها فلوس بس خذيتها وعبيت فيها بنزين باقي باقي انا اقول باقي باقي ماخذ الدراهم منها اصبر يا ابو فهد خلني اعلق هذه هنا الله هنا الله تبارك الله يا ذا الموتى ما شاء الله يا حلال يا حبيبي يا اخي يا اخي اقسم بالله انك يا اخي يا اخي من مثلك من مثلك من مثلك يا ابو فهد ورده 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 ايوه ورده امسك امسك يا سعود يا ابها هذه الفخامه يا سعود والله يا الربع صلوا على النبي طيب ما شاء الله لا اله الا الله حق ايش فيك؟ ادور فلوس ادور فلوس منه منه اصبر 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 يا سلام انتبه عليها سلام الله اتمنى هذه الكاميرا اللي الله اشتقت الله يا فاهمني انا كني جده ادري في شباب ادري كني جده محمود وانا جاي بدري اليوم تراني اول واحد جاي والله والله الله يهديك يا عبد المحسن الله يهديك ازرفه 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 ايش رايك يا ابا لا 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 يعطوني مكافاه ولا لا لا وين بوي وين رد علي مكافأة يعطوني بوري سار سار أحبك يا أبا ضغط ضغط ما عليك منه ضغط شوف شوف يا ناس لا 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 لو سمحت انزل 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 أنا استأذنكم يا الربع لا دقيقة بالله تكفون بمشي استأذننا نزل هذه حطها هنا قبل تستأذننا تفضل من اللي مسوي ذي العيديات؟ الصدق طبعا هذه من الأهل الله يطول عمره من الله يبيض وجهك منطق اسمها الغالية الوالدة شريفة منطق اسمها شريفة محمد سيد ونعم والله ونعم الله يبيض وجهك شلوا الأغراض لها يا سيري أنت وعبد المحسن وماجد شلوا الأغراض لها الله يرفع قدرك شلوا لا 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 خل 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 الشباب في الطريق يتوقع جايين شلوا العيديات خلوا يا سلام والله سيد تفضل معنا خلنا نقهويك أنا ما راح أجلس بالقناة تفضل الله يحييك خلاص خلنا نتقهوى وش التأخير وش التسيب هذا رجاء يا اخي بيروح يفرف التحليه خلوه يا حبيبي خلوه بيروح التحليه انا برجع المزحمية انت بلا تقرص احد في طريقك ولا شيء برجع انا برجع المزحمية انت سام برجع المزحمية هو سام بس ترى ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله بنشب ذا الحين الجلط ما ادري شلون طلعت خلك الجلط بس تعالوني تعالوا بس الجلط 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 يمكن دعس الجلط عليك مو دعس الجلط تحت تعال القلم شوف في زر تحت لا حد يدري ما يحصل القلم شكرا تحت الكبوت سكره لا لا هو دعس يمكن سكر القلم سكر الكبوت اصبر 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 الله سكر الكبوت سكر الكبوت خلاص بس 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 عود عود سكر الكبوت يلا تبون شيء الله يحفظ اربو اصبر 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 في شيء غريب هناك ملجا 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 اصبر 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 بسرعه مرحبا مهيوتر كنت زب الموتر يا ترحب تعال يا دنا كم قد لي منك يا رجال القلط سكر القلط يا ولد انا اسف اقول لكم يا الربع طبعا ترى الباب هذا تمرين انا قاعد اسوي كذا تمرين
وين القلم؟ هذا بس. يلا انا استاذنكم، اراكم في وقت لاحق. اخذ لي اجازه راحه كم يوم، وعيني انا في عينها، وعيني انا في عينها، والقلوب بعهد الجلنط. مع السلامة. تبون شيء يا الربع؟ في احد خوي للمزحمية؟ الله يطول عمرك. إيه انت رايح شارع الخزان؟ في شارع الخزان؟ في شارع الخزان. اركب 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 اركب. يلا يلا. مو شيء يا الرب. الله يحفظكم. استأذنكم يا شباب. توقعوا. استأذنكم. يا أخي شباب. إيش التسيب؟ يعني كل الشباب متأخرين وأنا جاي بدري وتعبان، ومن الساعة 4:45 أنا موجود. لا أول واحد جاي. والله إني أول واحد جاي. غير صحيح. هلا هذا. كم ما دخلت أول واحد البث دامك أول واحد جاي. هذه النقطة الآن. وين؟ طز على حبك. بوري بوري. باي باي. الله يحفظك. باي باي حبيبي. باي باي. صحيح نقول لا يومي قال والله اذا بسم الله ما شاء الله. ها يلا يلا قول تعال. هذا دقيقة بروح أدن بروح أدن. ها؟ بروح أدن. لا يقولون تعال هنا. من يبغون حد يد؟ تأكد. إيه. هيا يلا. شوكولاتة. طيب أذن. أذن أذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله هنا هنا صلي صلي عليك إيه صلي صلي الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام. السلام فوح ما ادري. كنت صادق. البقى يا جبار. لكن بطريقة ممكن غير نظامية شوي. خلها مستورة تكفى. والواننا وحالتنا حالة. محكومين. هلا. سلم ولا ما لا شلون؟ ما سلمت يا لا عاد. المعذرة هذا جانا سلم على الاقل المعذرة محترم شوي واحد مو محترم. ها يا سعودي الضحك على اخوه بهجرك يقول كل ترى اخوانا كلهم يشبهون فلاح فلاح لك الله يضحك عليه الله يستر الشغل بقى حر اي والله الحين ابتسم البث ماشي الهم صراحه اي ها كاتب سوي تبيض لا ما هو شيء ليه كان مركب تقويم هو لا بس تبيض لا 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 تسامع بعدين كلام شوف مركب تقويم عسيري ايه الحين يضيع الكهرب السلام انا الاول هاي هي السلام انك زين لو تشوف اسرائيل الاول هنا اعوذ ظروف كان كل من الشوكولاتة يا عيال والبيبس انتبهوا منها والله شوكولاتة نجد العذية يا أخي نقولها كذا يا أخي لازم أستزحف فيها تقول شوكولاتة تطلع برا تأخذ أرفع سيئة وتجي كل نجد العذية قبل شوي انتبه يا أخوك انتبه صح انتبه الله يعافيك الله يطول والله تصح فويس أوفر يعني أكتب في تويتر فويس أوفر اي والله اكتبها على طول يعني اول شهاده تسويها انك تكتب في البايو شوف وشهادتك انت تراها بالنسبه لي ترى شيء ايه في مشروع تجاري بيصل على صوتك ايش فيك ايه والله يعب الدراهم لا من عسير الحول يا سلام يا اخي احب اجواء العيديات يا اخي اي والله اجد والله اني ما ادري ماذا فيه والله العلي الله يا ذا المعمول معمول ولبي هذا معمول كنت ذوق بحياتك مطلعها لنا من تنور انت ليه والله انها طولت في السياره الكدله طولت في الكلاسيك عشان كذا ما كنت والله فلوس يا سعود ليه معمول وشغل اللي يجيك ذي اللي كذا اللي جاب العيديات هذه ارق المعمول غالي يا ولد انت والله ما شاء الله في المحل هذا محل ليه كيوت بزياده اه المحل مو غالي هنا كموبل الصحن 700 الصحن 700 المعمول ذا شوف تلقى في الاخضر يا اخي والله انه براد بعد ما طلع من المسجد طب هناك خل عن المثال محل يا يلا يرحم والديك والله اللي مرحبا صدقوني اني ما اشتقت لكم ولا واحد والله انهم اغنياء يا ولد معهم فلوس من هم اخر من يتكلم معهم فلوس اخر من يتكلم وش من عيد يا ماجد والله اطفش عيد في التاريخ اعطونا علومكم يا انا اتكلم عني والله والله لا اقول لكم العيد تخيلوا عيد ما فيه لا امي ولا جدتي اي والله في مكه حلو حجه اي والله حجه ما شاء الله ما شاء الله سعود اخوي مو فيه الله يهنيك جدتي مو فيه ايش هي حجه مبروك وسعي مشكور حجه مبروك وسعي مشكور ما معيد مع كراسي ما 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 معك الله سبحان الله سبحان الله ومعي واحد مبروك ولا مبروك معي واحد ينام انا اقول مبروك الله يجعله مبروك كل يوم اللهم ابى اقول حج مبرور قلت حج مبروك انا خرب علي واضح اني كنت في زواجات طلعت على اساس بروح الدوادي ويباني جدول طلعت لقيتها لي في وجهي انهدم الجدول كامل ما عاد ادري ايش اسوي ها صدق الخطر اي عايدتهم خلاص تهت ضيعت الجدول اللي كنت والله لو اني داري
انا مشكلتي اطول اعلم ابن الجدوى. بس والله 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 لو اني معكم. قاعد تقول اذاعه انت؟ والله ودي اني معكم. ودي اني معكم. والله الحج انا افضل من قبل وجهي. يلا يا الهاوس الهاوس الهاوس. يا براد والله انا براد. في مشورات الهاوس. والله يا انت تركونا ننتظر شيء. هو بالغصب يقول ادخل الهاوس يعني خلاص. خلاص ادخل الهاوس. يعني تبغى نوضح؟ غصب ادخل الهاوس. لا تخربوه يا اخي. هاوس يا عشانك سويت دخوليه تبغى تخرب. بالله يجيب كمية. هذا افدغ ابو مري يا والله صدمت كابتن. دخل صحنك. الاي كيو ناقص داخل في الهاوس. رحت نقص جيت ايش فيك؟ والله بيني بينك ان الاي كيو صدق الفتره هذه من الشرك. خلاص خلاص والله خلاص. اي براي ابغى اشوف حبيت. بس اسمع بس ابو نايف ابو نايف ايش احلاق؟ ايش احلاق؟ ايش ترتيب؟ والله العظيم انا ما كان ودي اني يا صالح ايش احلق لكن والله ترتيب. لكن بسال بس الجمعه بتجي بيشطب زلفك بيجونك ذول. الله محلك يا عيال ان الثوب خلهم يكملون تعديل مواسير لا يجي يحلق. ياك بس اخوينا للحين زلفه في مشكله على فكره. الله يستر عليه نسى يعدل. اشتقنا يا حلو والله اشتقنا لكن الزمان مفارقنا. اشتقنا يا حلو والله اشتقنا لكن الزمان مفارقنا. ياما ياما وياما تعهدنا وبنار الشوق تلالانا. ياما ياما وياما تعهدنا وبنار الشوق تولعنا. يا حلو اشتقنا والله اشتقنا. يا حلو اشتقنا والله اشتقنا. اشتقنا يا حلو والله اشتقنا لكن الزمان ايوه ايوه اشتقنا والله اشتقنا. ايه اه يا حلو والله امسك امسك والله انك اشتقت والله اني احب ما اداني معمول والله ما اداني ولا والله أنا تخيل انا ما ارتحت في بيتي. علمني اشتقت لي ولا صد؟ لا يا اخي الصد. لا 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 الصد الصد اي والله لا بعد حتى انا اشتقت للعيال. اشتقت للهاوس اكثر من العيال والله. والله ما ارتحت في بيتي والله 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 اني نمت في بيتنا ساعتين بس تخيل. بس كيف وهنا اشوف اسمع بس اسمع اشوف السودة اشوف السودة واشوف الاوتفيت المولع اشوف الاوتفيت الحلو سودة. والله والله اصبر انت انت رحت وخربت عليهم جبت لهم الشمس شوف يوم رجعت كلكم من الطفش هذا وش بعد اصبر هذا ما تابعت صدق مين إيه تدري يا سعود ما شفت اني انا اللي علقت صورتك سعود ما شفت والله هذه نصب وصورتي انقشعت مدري من ايش. الله حسبي الله ونعم الوكيل. شوف هذه ما اللي جايبها يا عيال الدنعة تنعاوي الفخم. ايش قلت قبل شيء الفخم الفارغ؟ ايش قلت قبل شيء يا سعود؟ يوم قلت علقت صورتك قلت انت ايش قلت؟ بس ابغى الكلب غصب خلاص ابغى بس تو تشقها. لا لا والله والله يا احمد يمكن يحصل فيلم. مستحيل والله يمكن يحصل مستحي. فيلم والله يا احمد والله ترى اتكلم جد يا ورع يا بابا ما نبغى نتضارب اول يوم والله خليني اقبحها. إيه؟ خلها بكره نتضارب اليوم اشباك يوم يوم الاحد بيجي على حسي وحسك فكنا نصيح. انا خلاص انا مسالم اللي تبغاه انا مسالم راجع القريه مسالم. لا لا ما تحط فوقي مسلم مسلك لي انت ليه؟ هنا سموت بأخلاقك أنا معطيني سموت بأخلاقك بعد متميز الثانيين أنا متميز حداك أنا أحد زي النجم ريالتي فارق ليه مسلك لي بكتابة تو أنت بخلنا وهرفها بحبوب ما دام جاتك كذا أحمد ربك يا ذيبان ربي يدك فشة تمنبها يا تعبان والله منبها عليكم كلكم يا كذبان كذبان يا تعبان دنعة جع القلم لا للطمك بالله يا دنعة كيف عيدك كيف عيدك والله ثقة. فين كنت؟ والله بشوف وين رحت؟ ليش ما تصور؟ الله يقلعه. تدري اني اول شيء انا خفت نمت انا انتظر محتواك. طيب بعلمك حاجه انت اخوانك اللي كلكم طقم ثلاجات انتم ثلاجات ما يفكر احد يغير تحليقه حتى يعني ايش؟ لا ما يعني ايش؟ يعني طقم ثلاجات ايش؟
السيف لانها قويه يعني في لهجه السيف، لان السيف راعي. كيف؟ وانا امدح السيف من ورا يعني. تمدح على حس انه ولا كيف؟ انا اللي بعلم بعدين ما قلت له كان هذا خالك شفت المقطع تبغى ترد ولا كيف يا اخي؟ ابها تاخذ عقلك. شوف الحين ماخذ عقلك. اي اقول لك ما شفت خلاص يا ابها البهيه تخلي خلاص. ليه؟ عيني عشان تديره، عشان تديره مقهور صح؟ انا دق علي مقهور. بابا بابا تراك متعيد الحال انت. اي والله الحال طفشان. انا لا اشكوك الى من في الارض، اشكوك الى من في السماء. يا اخي يا اخي حظكم انتم في الديره، ابغى وادي بريد. والله اني دورت تذكره صح ولا لا؟ احنا انا وهذا ما لقينا. طيب ما قلت شيء خلاص. دقيقه هو دير يعني مثلا يعني تبغى تروح الديره؟ تذكرت يعني ايش تذكرت يعني ايش تقي؟ يا اخي ما خليت ما لقيت حجز يا اخي. دورت في بيشه قلت حلو، قال دورت يابا قلت حلو، قال دورت يا اخي ما تمشيت قلت طيب يوم دخلنا التطبيق والله اني يا تبي يوم دخلنا التطبيق يبغى ينزل ايه المهم قال والله انا اجيب لك يكتب اختصار يبغى ينزل على قمر اختصار على كي ام اكس في تطبيق المطار ما هي ذي حقتنا يا اخي مكتوب خميس بشيء لا خميس بشيء يوم دخلنا بنزل كذا ابها الدولي قال بس كل المطارات واحد يقول فهمت فاقول انت ايش جابس والله نسلقي والله من زمان كنت بقول يو غلط بس يا اتوقع 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 ان هي بصيره تشارك ليه 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 يا عيال ليه نزل اي كنا نضحك على هذا ربي بلا عكسيه ما ادري ليش جاته حتى سعود هو سعود صاحب اقوى تحديد راس ما سواه لف لف ما في تبطي خلاص ابي المرزام لا في واحد في واحد والله جلده والله بالقلب والله بالقلب تبارك خليك بالقلب يا عيال طلعنا كلنا نفس القصه نفس الحلقه كلنا على قلب رجل واحد ترى اعطيك هده امزق وجهي على رجل قصه واحد والله مخر مني لا مخر مني بس اسمع بس اسمع تحتر ترتيب باسكت علمني الطريقه انا اسود نشبت فيها عشان كذا هي شمس الديرات انت الله يكتب اجرك على الله شلفت شلفت تحمل لطمه وش في لطمه شوف له حق دار ايش تبغى يا منكوب يا منكوب يا ذاكر القوه ايه الدرعيه الرياضيه والله انك هو اقسم بالله انا ايش قال لي متخون انا وياه يا تعبان صباح الجمعه السينما اصبر صباح الجمعه اول حاجه تحسهم زابرين استديو 30 ذبه دي ما ادري طالع الصباح احد يروح الحفل الظهر اقسم لها زبنا ربحان انتم الحفل الظهر صباح مو ظهر صباح 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 عشان يزيد بالعكس بالعكس والله رحلة تنظيف هنا هنا رد انا حلو والله والله الجنوب تمشي في اي وقت اي والله اي وقت طيب انت اخوي اللي معك شفت الشمس شفت الشمس شفت الشمس تعكس والله ما شفت الله فيها فوايد حتى اخويك راس صغير اخويك راس صغير يا ماجد شفت الشمس يا اي الشمس في السوق الشمس يا ابها دقيقتين بعدين يجيك ضبط يا ابوي هذه صح هذا هدف عليهم ساعتين حبيبي تبغون صديق اسمع اسمع قريبه هنا مره اسمع اسمع صدق اللي يحبها الله والله نحن ثلاث ايام كلها شمس ذا اليوم يوم افلحنا والله انه والله اليوم يقولون امطار امطار بس اتذكر ان الامطار انها بكت لفرقان الله فرقان فرقان يا لعيب فرقان اللي في راقنا الله لا والله مين به مين من فرقان من بكت لا من بكت صدق بكت بكت السحاب اللي في طاق الشباب فراق جميلة فراق الله سبحانه لا والله ما لحق شيء والله اني طالع الساعة 10 الطايرة وانها شمس بعدين شمس تجلها تسقيني والله العظيم ترى كان معي شعر واجد بس مع الحظ الشمس دقدي عنقد على عندي مشكلة تفت من الشمس ما جاوا اللي انا تكلمت عنه ابو حنيف كم ارسلت لي اسد انت كم ارسلت لي اسد يا اخي 14 اسد يا مسري طبعا قبل عندي اشياء يعني والله لا لا هذا لا والله انا هذا احفظ لا
انا جاهز والله لا والله هاي في واحد بغى يطرحني بشغله يا بلعد بكره لك انت هنا اني انا انسان محترم اخوي ما بي اتكلم حلو مسكوني ليه بالزاويه احنا بنشوف ايش خفي والله احنا مسكوني بالزاويه لا يا رجال والله صارت احداث الشغله الثانيه واحد جايني في البث يقول ماجد وين اختفت فقره البست قلت كذا تاخذ منه 70 قلت هذه البست يا طول العمر يعني تجيبه بالدنعة العلوم تجيبه بالدنعة تصور يا ابو دنعة جميل كيف حالك؟ انا بس يا ولد من زمان الشباب شو يسوون؟ يا اخي والله بخير ابشركم شلونكم؟ عساكم طيبين انا مالك مقفى مالك مقفى انا عايد عليهم اي والله كل عام وانتم بخير هذا العجمية بيناديكم لا تطلعون له تم تم جو ازهل تم اخوينا يا رجال جوي عيال قولوا له تم انتم اسمع سعود اسمع قل له تم اذا نادى نادر الروح سهله انا اعتقد انه يبغى يسلمنا والحركه هذه ماما حركاتك ما تمشي عليه صح يلا عيال نطلع نادر اي بس خلي بنسمع احنا خلي يدق بول بنسمع اصبر اصبر طيب للحين اصبر ما نادانا كل عام وانتم بخير ولد فريقي يا تعبان طيب ولد صديقه امي اصبر كذا ما ادري صار اكثر والله ما قد جاء فيني نوم يا قلت اللي كتب الكاشه بن عشان رجال دقيقه اللي كتب الكاشه بن عشان نسويها انا اتوقع عشان اذا قال النقد شيء نقول منه انا اتوقع احمد عبد الرحيم انا اتوقع احمد عبد الرحيم نون حاء لا ابوظي ما يسويها انا اعرف انا بعرف ابوظي انا اعرف حركات ذاك يا رجال حركاته يا رجال اقفل الهواء وامشي يعني ولا كيف اول شيء كل عام وانتم بخير تكفون يا رجال هم العايدين صدق الله يعطينا كلمه والله يديم علينا وعليكم هذا العيد السعيد ان شاء الله نعم ويديم الفتنه ومحبتنا على طاعه الله ندركم ما شاء الله عليكم لا عطر اسمك شيء كل عطر اسمك عشان نعرف ايوه ان نصير معاك ولا ضد اول شيء طالع معكم المشاهدين لا تم فين ايش تبغى يا حبيبي اطقطق عليه ونصبر عليه مش روح البرنامج روح النام يا عيال خلاص يلا يا اخوان شلون طيب والله شلون طيب سالفة ثلاث دقيقه مسعود اول شيء خلني بتكلم يا رجال تكفون يا رجال في خاطر الكلام ودي اقول تكفون يا رجال يلا يا رجال اسلم كل عام وانتم طيبين ما دامني الامهات يعزوني ويقدروني يا والله خلهم يدعون امي تعبك لقب خلاص الله يجعلني بذاتهم حبيب الامهات فالله يسعدكم ويطول في اعماركم والله العظيم ويطول عمر ام ايش اسم امك ماجد ويطول عمر ام احمد حنيف ماجده هاجر وخاله ماجده خاله ماجده وخاله هاجر ما وخاله نوره ماما نوره ايوه و بنت سعد ها نوره بنت سعد وخاله نوره الله يرحمها ويغفر له شريف وشريفه اسال الله ان الله يطول في اعمار الحي منهم ويرحم اللي قد مات ويغفر صح خلهم يدعون ولا ينسون اعوانهم اشكومكم نسيتوا امي لا تصدمك انت وياها انت اللي تتكلم يا غبي ايش اسمه انت اللي تتكلم فاطمه الكحطاني اي طيب